هسه هنا الطلاب اعزائي راح ناخذ براكتيكال ابلكيشن اوف ديفايند انتجرال اللي هي بعض تطبيقات التكامل المحدد. طبعا بعض تطبيقات التكامل المحدد اللي هي تدخل بالمساحه. اول تطبيق اخذناه هنا اذا تلاحظوا امامكم اللي هو المساحه تحت المنحني. يعني شنو؟ عندي هذا المنحني، عندي هذا المنحنى فيما تلاحظوا امامكم، اريد اوجد هذه المساحه. ماشي. طبعا التعريف المساحه تحت المنحني هي لازم تكون التكامل مالتي محدد شرط من الشروط. اوكي، فاذا تلاحظون هذه المساحه هي مال تحت المنحني، هاي كلها هي عبارة عن مساحة تحت المنحني. شلون أريد أوجد قيمتها؟ طبعاً إذا أريد أوجد، طبعاً هذا بالنسبة إلى تكامل ساين إكس، هذا المنحني مال الساين إكس، وأريد أوجد المنحني هذا مال الساين إكس على المحور إكس إكس، أريد أوجد المساحة تحت المنحني. طبعاً بالمثال الـ area under of of X يساوي X تربيع اللي هي ساين B، X1 equal to سالب 6 and X2 يساوي 6. Find the area under curve X تربيع between X1 و X2. طبعا اهم شغله بالمساحه تحت المنحني لازم انا مطيك اول شيء داله ومطيك فتره يلا اقدر احل. يعني لازم عندنا داله وعندنا فتره يلا اقدر احل. هسه نجي بالبدايه، اذا تريد ترسم داله رسم الاكس تربيع هو عباره عن قطع مكافئ. اذا تلاحظوا هنا أنا امامكم هو عبارة عن قطع مكافئ يلتقي في نقطة الأصل ويكون متناظر من الجهة اليمنى ومتناظر من الجهة اليسرى. اوكي، رايت اند ليفت. بس التكامل المحدد، انا عندي التكامل المحدد مالتي هو من سالب 6 الى 6 اعتمادا على الفترة اللي معطيك اياها بالتو براكتس للدالة اكس تربيع دي اكس. هسه هاي الاكس تربيع عندها كامل تكامل عادي، هنا راح يكون اكس تكعيب على 3 داخل تو براكت سالب 6 و6. هسه بنريد اعوض السالب 6 هنا. اوكي، راح تطلع لي هنا اكو شوية ايضا قلنا خطأ، راح يكون هنا سالب 6 الكل تكعيب على 3. اوكي، هاي بالنسبة للقيمة الاولى، ناقصا القيمة الثانية اللي هي سوري هنا موجب 6 لأن عوضت الكبير، ناقصا 6 هنا طبعا هنا 6 سالب هاي من علاقة تكعيب على 3. ماشي، فهاي راح تطلع لي 72 هو ناقصا اللي هي ناقص 72 وراح يطلع لي 144 كما موجود أمامكم. اوكي، بس الخطا هنا أنا صار. ماشي، بدكم تبدون تعوضون. فهسه المساحه تحت المنحني اللي هاي بالازرق هاي قيمتها او المساحه مالتنا اللي هي 144 اوجدناها. هاي بالنسبه الى المساحه تحت المنحني، وارجع واركز لازم اعطيكم داله ومعطيكم نقطه يلا نقدر نحل ايجاد المساحه تحت المنحني. بعدها ننتقل الى المساحه بين منحنيين، يعني بين between two curve، المساحه المحصوره بين منحنيين two curve. طبعا المساحه بين منحنيين suppose an area is enclosed between two curve اللي هي عندي كيرفين هنا الواي يساوي اف اوف الاكس والواي يساوي جي اوف الاكس. تمام، then we can find the area s under y equal f of x and y equal g of x by find their integral area and taking their difference. يعني بالبداية أنا عندي دالتين، هاي الدالة وهاي الدالة. إذا تلاحظون بالتكامل يكون هو محدد أكيد، هاي دالة وهاي دالة. لازم ناخذ ديفرنس بيناتهم، لازم اكو عملية طرح بيناتهم. وإذا مثل تلاحظون هنا رجعناها لأصلها، بس مجرد سحابة التكامل صارت اف اوف الاكس ناقص جي اوف الاكس دي اكس. زين، بس هنا بشوت اريا از ديفرنس بتوين ذيس تو انتجرال، قلنا هي راح تكون عملية طرح بين الدالتين مالتي أو المنحنيين مالتي. بهذا المثال نقول find the area of the region that is limit below the curve of f x يساوي x سالب x تربيع زائد 6 and above the curve g of x.
يساوي x تربيع ناقص 2x زائد 6. يعني عندي هذا الكيرف اللي هو البيلو، وعندي هذا الكيرف اللي هو الاب. ماشي، عندي هذا الكيرف الاول، ماشي، او هذا الكيرف الثاني العفو، وهذا اللي هو الكيرف الاول، لان هذا ابوف وهذا بيلو. تمام، ايش اسوي هسه بالبدايه؟ لازم first we need to find the point. طبعا هنا أنا بالمساحة بين منحنيين أعطيكم فقط دالتين، لا أكثر ولا أقل، أعطيكم فقط دالتين، بينما هناك شنو كان مطيكم دالة ونقطة، هنا لا، فقط أعطيكم دالتين. من هاي الدالتين لازم نستخرج نقطة point intersection، نستخرج نقطة تقاطع. هاي نقطة التقاطع شلون أوجدها؟ أوجدها من خلال مساواة الدالتين. شوف هنا أنا ساويت الأف أوف الإكس يساوي العفو جي أوف الإكس، فصار عندي سالب، يعني مجرد أجيب الفاليو مال الدالة الأولى والفاليو مال الدالة الثانية أساويهن. هاي هنا خليتهن ساويتهن، أرتبهن، أصفر المعادلة مالتي مثل ما تلاحظون أمامكم، صفرتها، أحلها بالتجربة. هاي صارت عندي بالنوميال، أحلها بالتجربة، صار عندي النقطة الأولى اللي هي سالب واحد، والنقطة الثانية اللي هي اثنين. مثل ما تلاحظون هذه هي السالب واحد، ماشي، هاي هو نقطة تقاطع السالب واحد، وهاي نقطة تقاطع اللي هي اثنين، نفس ما موجود عندي هنا. فأريد أوجد مساحة هذا المنحني بين منحنيين، يعني العفو، أريد أوجد مساحة هذه المنطقة مالتي. شلون أوجدها؟ أيضا مهم نفس الخطوات، بس مجرد نكامل الدالتين مالتي وبيناتهم عملية طرح. مثل ما تلاحظون فقيمة هذه المساحة طلعت لي شكد، طلعت تساوي 9. اوكي، هاي بس مجرد قلنا اهم شيء اعطيكم دالتين، وهاي الدالتين طلعون عندها نقطة. بعد ما طلعنا نقطة نكامل الدالتين، بس لازم بيناتهم عملية طرح. هاي ايجاد المساحة بين منحنيين. تمام، الأخيرة اللي هي إيجاد المساحة تحت المحور X axis. يعني عندي فد دالة معينة، هاي الدالة تقطع لي محور X axis. طبعا if the curve of Y sub f of X is below the X axis we find that the integral of f of X is negative. طبعا عندي هاي هي عبارة عن سالب، وهذا عبارة عن موجب، ماشي. فعندي مساحة، يقول لي هنا، يقول لي عندك مساحة هي بالسالب، فاحنا ما عندنا مساحة بالسالب، لازم شو نسوي لها؟ لازم نوجد لها طريقة خاصة لكي نتخلص من هذا السالب. يقول لك if we want to find the actual area we must the account of this. يعني هنا راح شو نسوي؟ راح نخليها داخل absolute value هاي القيمة السالبة حتى تخرج لنا قيمة موجبة. ايضا راح نقسم التكامل مالتي الى قسمين، ومحصور هاي القسمين محصور بالفت قيمه مطلقه. فهنا عندي هذا التكامل داخل قيمه مطلقه، قاعد تلاحظون ليش خليت داخل قيمه مطلقه؟ طبعا هنا لازم هذا داخل قيمه مطلقه، وهنا هذا لازم قيمه مطلقه، لازم كل واحد او كل تكامل هو داخل قيمه مطلقه. يعني هذا الاول داخل قيمه مطلقه، وهذا الثاني داخل قيمه مطلقه. بالبدايه جزأته، ليش جزأته؟ على ضوء الاكس نوت عندي نقطة تقاطع جزأته، اللي هي هاي نقطة التقاطع اللي هنا أنا صفر. فهنا أنا طبعا أعطيك الفترة، سبيل المثال راح يكون هنا عندي من سالب 3 راح تنتقل لي وين؟ للصفر، والنوب راح تنتقل من الصفر لي وين؟ راح تنتقل إلى 3. يعني هذا التكامل وهذا التكامل، راح يصير هنا عندي تكاملين مثل ما تلاحظون هنا امامكم مجزأ. طبعا قلنا لازم التكامل مالتي يكون موجب، فهسه ناخذ مثال بسيط ونشرح عليه هذه الخصائص. عندي واي يساوي اكس تكعيب، طبعا الاكس تكعيب هي داله زوجيه، العفو داله فرديه، ويقول لك ات كروسز ذا اكس اكسس ات اكس ايكوال تو زيرو. شوفوا طلاب بس هنا انتباه هاي الملاحظة جدا مهمة. هسه أنا بالرسم عرفت شلون أجزئ، بس إذا كان رسمي ما مضبوط شلون راح تكون الحالة؟ نجي نشوف الدالة مالتنا، يا قيمة صفر الدالة مالتي
طبعا الصفر الداله مالتي اللي هو الصفر من اعوض الصفر راح يكون واي يساوي صفر. فهنا انا اقول الصفر هو يقسم لي التكامل مالتي. طبعا التكامل مالتي هو محدد بين سالب 3 و3، فبيناتهم اكو صفر. هذا الصفر راح يكون عباره عن الفتره سالب 3 او صفر and الصفر والتلافه، هكذا راح يصير التكامل. هذا راح اخذ له تكامل الداله وهذا اخذ له تكامل الداله، ماشي. فالصفر قسم لي الفتره مالتي، فمن هنا من هنا لهنا هو اكو تكامل، ومن هذا من الصفر لهذه ايضا عندي تكامل. او ممكن اكثر من قيمه تقسم لي التكامل، يعني مثلا طلع لي هنا عندي السالب واحد والواحد، فش اقول؟ من ثلاثة سالب ثلاثة إلى سالب واحد، ومن سالب واحد إلى واحد، وهنا عندي ثلاثة، ومن واحد صار عندي ثلاث تكاملات مجزأة للدالة مالتي، وبيناتهم عملية جمع لازم نجمعهم. بس احنا ما ندخل بهذا المثال، هذا بس مجرد توضيح، قلنا لازم، بس هذا مهم أيضا، ماشي. لسه الصفر هو جزء لي التكامل مالتي. فناو عندي مثلا هذا التكامل من الاكس تكعيب اللي اخذت الفتره مالته اللي هو سالب 3 3، تكامل من سالب 3 الى 3 اكس تكعيب دي اكس يساوي لنا، قلنا لازم نخليه داخل قيمه مطلقه، كل واحد على حده، هذا قيمه مطلقه وهذا قيمه مطلقه، ماشي. تكامل من سالب 3 للصفر، ليش الصفر؟ لان الصفر هنا قسم لي الرسم مالتي اكس تكعيب دي اكس، زائد تكامل من الصفر للثلاثه اكس تكعيب دي اكس. لا بس مجرد اكامل واعوض القيمه العليا ناقص القيمه السفلى، ايضا الثاني هو نفس الداله كاملته، اعوض القيمه العليا ناقص القيمه السفلى، اعوض بتطلع النتيجه مالتي. شوفوا هنا اللي شنو مهمه الابسولوت فاليو، القيمه المطلقه اللي خليتها هذه القيمه المطلقه اللي خليت، لان هذه القيمه اذا بدون القيمه المطلقه، وهاي القيمه لو كانت بدون القيمه المطلقه هذني راح تكون هاي القيمه هاي القيمه تشبه هاي القيمه، بس اختلاف الاشاره راح تطلع الريزلت مالتي هنا صفر، وانا ما عندي مساحه بالصفر، فهذه انا لازم ما اريد تساوي لي الصفر، شلون اخلي قيمه مطلقه عند السالب يطلع موجب، والموجب ايضا هنا عندي يطلع سالب، فراح يطلع لي المساحه مالتي مال الاف اوف الاكس يساوي اكس تكعيب اللي هي 81 على 2. هاي اذا كانت عندي قيمه واحده تجزئ، اذا عندي قيمتين تجزئ لا راح يصير ثلاث تكاملات، يعني هنا راح يصير هنا تكامل وهنا تكامل، بس هي نفس الداله بس الاختلاف حدود التكامل، لو كانت ثلاث قيم صفر لي ايضا نفس الحاله وهكذا. هاي بالنسبة إلى المساحة تحت المنحني، وراح أعطيكم واجب على هذه الحالة اللي هي بالنسبة قلنا الساين اكس والكوساين اكس. يوم الجمعة إن شاء الله أنزلكم الواجب مال هاي المحاضرة. طبعا هنا نجي إلى التكامل المعقد أو ما يسمى بالبارتس اللي هو التكامل الجزئي. طبعا التكامل المعقد مثل ما نقول إذا جتنا دالتين اليو والفي مثلا، يعني مثلا تكامل اكس كوساين اكس دي اكس، ادي هنا انا دالتين، افرض هاي مثلا هذا اليو او هاي الفي، واسوي تكامل فيما موجود هنا، ادي هاي الخصائص اللي موجوده امامكم، تكامل دي واي على دي اكس في دي اكس يساوي يو في في، تكامل يو دي في على دي اكس في دي اكس. هنا أنا قلنا هاي هي عباره واي برايم، يعني اما نكتبها بهالصيغه هاي او نكتبها بصيغه البرايم، اوكي. هسه ناخذ فد يعني أنا بس مجرد خاص خصائص حبني لا أكثر ولا أقل، هاي الطريقة إحنا ماخذيها ونعرف لها، بس نشوف مين جاية هي هاي أصلها أصلاً. الماثماتيكال بروف فور انتجريشن باي بارتس، قلنا هذا التكامل كومباوند انتجريشن أو ما يسمى بالانتجريشن باي بارتس أو التكامل بواسطة التجزئة. هنا أنا عندي مثلاً هاي الدالة هي عبارة عن متغيرين أو دالتين، العفو اليو والفي، داخل الدي اكس على الدي على دي اكس مثل ما عرفنا بطريقة هاي الدريفيتيف، العفو ماشي، هاي طريقة المشتقة. قلنا الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى، وهكذا بدينا. هسه أنا أريد أسوي، أريد أوجد هذه الصيغة، منين أوجدها؟ شلون أوجدها؟ فأنا إيش قلت؟ حولت هاي القيمة لهذا الطرف،
وخليت هاي ثابتة مكانها اللي هي مثل ما تلاحظون الفيديو على دي اكس هي مكانها وهاي مكانها ايضا وهاي بس مجرد هاي حولتها راح تكون ناقص يو دي في على دي اكس. اخذ الصراحة اخذ انتجرال بوف سايد تو جيف اخذ تكامل للطرفين فهذه راح تكون هي عبارة عن هاي القيمة يعني كأنما راح تكون اليو في الفي طبعا راح يكون يساوي يو في الفي ناقص تكامل يو في برايم دي اكس مثل ما تلاحظنا بالاكزامبل عفوا يقول لك فاين انتجرال باي بارتس فور اكس كوساين اكس دي اكس هنا سوليوشن وي نو هاو تو انتجرال اند ديفرنشيبل بوث اكس اند كوساين واي فولوينج ابوف رول يعني بالاعتماد على القاعده اللي بالاعلى فرضنا الفي يساوي ان اكس وفرضنا الدي يو على دي اكس فرضناها الكوساين اكس هنا الفي اوجد المشتقة مالتها اللي هي واحد والدي يو على دي اكس اوجد التكامل مالتها اللي هو ساين اكس وهكذا تطلع للقيمة الاساسية. هنا انا اقول لك السيتنج يعني لازم تضبط امورك الفي اذا كان يساوي الكوساين اكس اذا اخذنا عكس هاي العملية اند الدي يو على دي اكس يساوي اكس جيت رادر ميسي يعني راح يطلع لك فد لوب يعني ما تقدر توصل الى نتيجة راح تظل القيمة نفسها تطلع عليك مرة ثانية. هنا نعدي التعويض طريقة اخرى راح ناخذها اللي هي التعويض اللي هي السحولها via substitution هاي بالتكامل ايضا هنا بس مجرد نفرض الاكس يساوي جي اوف الاكس هنا عدي هاي الدالة اوف الاكس دي اكس فرضت مكان الاكس جي اوف الواي ماشي دي اكس على دي يو في دي يو او اقول اليو يساوي لنا اور اليو يساوي لنا فاي اوف الاكس يعني مكان اوف الاكس راح اخلي يو ايضا نفس القيمة راح تطلع لنا. فهنا عن الانتجرال باستخدام الفيا سبستيوشن هاي تذكركم بالدريفيتيف تذكركم بقاعدة تشين رول العفو التشين رول اذا تذكروها قاعدة تشين رول هاي موجودة بالدريفيتيف اوكي بالمشتقة نفسها من فرضنا اذا تذكرون زد فرضناها اكس زائد 4 وبعدين شلون اشتغلنا ايضا هنا هاي نفس الحاله فرضنا اليو يساوي اكس زائد 4 وخلينا مكان اكس زائد 4 كلها يو على مود تختصر لي للحل هي عباره عن يو اس 5 دي اكس راح تكون اكس اس 6 على 6 زائد سي دي اند الدي اكس على دي يو راح يكون 1 ماشي والدي يو راح يساوي لنا الدي اكس هاي على مود اغير حدود تكامل مالت عفوا اغير الدي اكس مالتي اذا تلاحظون هنا صارت لي مكان الدي اكس راح اخلي شنو الدي يو اوكي يعني هن مساويات فتكامل الاكس زائد 4 اس 5 دي اكس هاي راح تطلع لنا هاي القيمه هاي بعد ما ترجيع المكان العفو هنا يو مو اكس سوري هنا يو لازم يو اس 6 ماشي انا اسف فاذا تلاحظون هنا أنا امامكم هذا الناتج النهائي ايضا مثال اخر اذا اخذنا هذه الداله يقول لك باستخدام في سبستيوشن اليو يساوي لنا 1 زائد اكس تربيع ناو دي و دي يو العفو على دي اكس يساوي لنا 2 اكس هنا أنا ايضا اريد اوجدها بدلاله الدي يو فايش راح تكون هنا اضرب وسطين طرفين راح تطلع لي وي هاف الديو راح يساوي لنا نص العفو هاي بس مجرد هنا يعني نقول 2 اكس دي اكس شو يساوي لنا ديو العفو ديو اقسم على 2 او هاي هي عباره عن نص هاي المشتقه مالتها اللي هي 2 اكس التكامل مالتها راح يكون مكان اليو هاي هي مشتقة داخل القوس ماشي فما يحتاج رسم اكامل هاي التكامل هذا الجذر وقلنا اليو هو عبارة عن تحت الجذر الواحد على 2 ديو راح يساوي لنا هاي القيمة الموجودة امامكم ماشي هاي طريقة نجي الى الدبل انتجريشن طبعا الدبل انتجريشن هنا بالفن اذا عندي تو فاريبل عندي دالتي متغيرين ونحتاج اذا اريد نكاملهم
بالدبل انتجريشن. نسوي المثال راح نشوف. طبعا هاي الطريقة هي تستخدم الفوريرز ثيوري ابلايد تو ايمج بروسيسنج، وانتم ماخذين الايمج بروسيسنج او ان شاء الله السنة القادمة تاخذوه. طبعا دبل انتجريشن يطبق وين؟ بالمعالجة الصور على بعض الصور او بعض الوظائف الصور المتغيرة. ماشي، هنا عندي اذا كانت هاي الداله مالتي هي عباره عن داله بمتغيرين، هاي الفانكشن تمتلك تو متغير اللي هو الاكس والواي. هاو دو وي انتجريت، شلون نريد نقدر نكاملها؟ وشي سيمبلت ذا انتجريشن انتو تو ستيب، الى خطوتين. راح نقسم التكامل مالتي الى خطوتين. الخطوه الاولى اللي هي نسميها ذا انير انتجرال اللي هي التكامل الداخلي، وادي الخطوه الثانيه اللي هي اوتر اوتر العفو انتجرال اللي هو هذا الاوتر انتجرال اللي هو الخارجي. فشلون داخلي وشلون خارجي؟ الداخلي يعني هسه هنا عندي هذا، هنا راح اخلي سكوير براكتس هذا الاول مثل ما تلاحظون بالنسبه الى اكس، وبعدين الثاني اجي كامل بالنسبه الى واي. هذا هو الطريقتين اللي قسمناها او الخطوتين لحل هذا التكامل. هسه هذا الانير اللي هو هذا الانير، والانتجرال اللي هو الخارجي هذا بالنسبه الى دي واي. واضح؟ بس ناخذ مثال تتوضح اكثر. example double integration يقول لك احسب value double integration x تربيع زائد y تربيع dx dy. بالبداية هنا عندي ناخذ linear integration اللي هو بالنسبة للx. شو راح اسوي؟ راح اكامل فقط بالنسبة الى x واعتبر الy كأنما ما موجود. ماشي، فهنا ايش راح يكون؟ x تربيع راح تكون x تكعيب على 3 ماشي زائدا x y تربيع. تمام، طبعا هنا أنا لازم تربيع هي نفسها نزلت ما تلعبت بها. اللي بالاحمر هو كاملته، يعني هاي كامله الاكس تربيع، وهنا واحد تكامل واحد هو اكس ماشي، هنا تربيع. الاوتر انتجريشن اللي هو هذا نفسه راح يجي هنا اللي هو هذا عباره، طبعا هنا ايضا اكو خطا، 3 زائدا هنا اكس، لازم هذا اكامله بالنسبه لمن؟ للدي واي. ماشي، هذا اكامله الى الدي واي. فايش راح يصير عندي؟ الاكس تكعيب، طبعا هنا الاكس تكعيب هاي اكس تكعيب على 3 تنزل، هنا اكو واحد تكامل الواحد بالنسبه الى واي راح يكون واي، زائدا هنا الاكس تنزل ما تلاعب بها هاي، والواي تربيع راح يكون واي تكعيب على 3. ماشي، اذا هذا هو نفسه هذا اللي هو تكامل هاي الداله مالتي بالنسبه الى اكس وواي. نفس الحالة هذا مثال موجود أمامكم، نحله بطريقة الـ double integration. ناخذ بالبداية linear بالنسبة إلى x، وبعدين ناخذ outer بالنسبة إلى y، وهكذا. هذا المثال أمامكم في المتلاحة. طبعا هنا اشكركم طلاب لاستماعكم ولحضوركم هذه المحاضره على جوجل ميت البث المباشر. طبعا نيكست ليكتشر المحاضره القادمه سوف نتطرق حول الماتريكس اوبريشن، حول بعض عمليات المصفوفات. هي هذه ان شاء الله المحاضره القادمه اخر محاضره نظري، وبعدها سنتطرق الى المحاضره العمليه اللي هي الماتلاب، ولهنا ان شاء الله نكون قد اكملنا مفردات منهج الرياضيات الحاسوبيه لهذا الكورس. بس يعني ضروري اكو واجب ان شاء الله راح ينزل يوم الاثنين حول المساحه تحت العفو المساحه بتوين تحت المحور اكس اكسز. طبعا راح يكون هذا المثال، واريدكم هاي المحاوله شويه تضبطوها لان بها هواي شغل وهواي امور لازم احنا نتطرق لها، لان هي تفيدكم مستقبلا ان شاء الله. وقلنا المحاضره الماتلاب راح نتطرق الى الفاكتوريز والدريفيتيف والانتجريشن والماتريكس اوبريشن. المحاضره القادمه راح ناخذها نجمعها نكون بمحاضره واحده ونشرح بها العمليه.